سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهير، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة تماسك القوى الوطنية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة. المبعوث الأممي يؤكد أن الالتزام بالشرعية أساس مشاورات السلام في الكويت. مدير العمليات الإنسانية بالأمم المتحدة يشيد بالدور الإنساني الذي تلعبه السعودية في اليمن. أهلا بكم إلى تفاصيل الأخبار، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغرة على ضرورة تماسك القوى الوطنية ورفع مستوى الوعي العام لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة. وأشار بن دغرة خلال لقائه بعدد من الشخصيات البرلمانية والاجتماعية إلى حرص الحكومة ودعمها لكافة القطاعات الخدمية وفي مقدمتها الكهرباء، خاصة مع دخول فصل الصيف الساخن وقرب حلول شهر رمضان المبارك. من جهته شرح البرلماني عبد الخالق البركاني حجم المعاناة التي يعيشها أبناء محافظة عدن جراء انقطاع مرتبات الموظفين والارتفاع المهول في أسعار السلع للمواد الغذائية، فيما استعرض البرلماني حسين الأحمر قسوة الظروف التي يعاني منها أبناء محافظة عمران جراء احتلال الميليشيا الانقلابية للمحافظة، متطرقا إلى حجم الانتهاكات والاعتقالات التي طالت الأبرياء من أبناء محافظة عمران. فيما تحدث الشيخ علي عبد رب العواضي عن الصعوبات التي يعانيها أبناء محافظة البيضاء والتحديات الكبيرة التي تواجه المقاومة الشعبية في بعض الجبهات القتالية التي لا زالت تشهد حربا قوية ضروسة مع ميليشيا الانقلاب وصالح. أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغرة على ضرورة وحدة الصف والتآزر وإعادة اللحمة الوطنية لتجاوز التحديات التي تواجه الشرعية والشعب اليمني الصابر. وشدد خلال لقائه بقيادات سياسية وقبلية من إقليم الجند على ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وقيام الدولة الاتحادية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 22/16 بما فيه انسحاب الميليشيا الانقلابية وتسليم السلاح واستعادة الدولة. ونوه الدكتور بن دغر بأبناء إقليم الجند ومقاومته، موضحا أن الحكومة ستولي الاهتمام في علاج الجرحى ورعاية أسر الشهداء. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي عبد الملك المخلافي في تعليق للوفد الحكومي إن تعليق الوفد الحكومي مشاركته في جلسات المشاورات جاء نتيجة استمرار الانقلابيين في رفض الالتزام بمرجعيات التشاور وقرارات الشرعية الدولية وتعمد مضاعفة معاناة الشعب اليمني اليومية جراء الحرب والفوضى التي نشروها. وجدد المخلافي خلال لقاء الوفد الحكومي بالمبعوث الأممي تأكيده حرص الحكومة على تحقيق السلام الدائم. وأوضح المخلافي أن طلب الوفد الحكومي وثيقة الالتزام بالنقاط الست التي تبناتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي جاء من أجل إيجاد أرضية صلبة للمشاورات التي تمكن من المضي قدما لصنع السلام. من جانبه أكد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن كل ما ورد في رسالة الوفد مطالب نتفق عليها ويتفق معنا فيها العالم ولا خلافات حولها، وأن الالتزام بالشرعية أساس للمشاورات. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي مختار رحبي عضو الفريق الإعلامي المرافق للوفد الحكومي في مشاورات الكويت. بداية مختار، ما الذي يجري في مشاورات الكويت في الكواليس؟ نعم أخي العزيز، ما يجري هو أن الوفد الحكومي حتى هذه اللحظة ما زال يصر على عدم الرجوع لجلسة المشاورات إلا بعد أن يتم التوقيع على وثيقة
بالست المطالب التي تقدم بها الوفد الحكومي. هناك ضغوط وهناك جهود تقوم بها دولة الكويت على مستوى أميرها أمير الدولة، وكذلك جهود من قبل المبعوث الدولي ومن قبل سفراء الدول 18. بالتالي الجهود ما تزال مستمرة، والموقف الحكومي ما يزال ثابت كما هو، لم يتغير، بحيث أنه لا يمكن الدخول بأي مشاورات إلا بعد الالتزام الخطي بعدم بأن تكون هناك المرجعيات واضحة، وأن تكون الست النقاط موقع عليها من قبل الميليشيا الانقلابيه، لكي يتسنى للوفد الدخول بمشاورات حقيقيه والخوض في القضايا الاكثر حساسيه، لاننا على مدى اكثر من شهر والميليشيا الانقلابيه تتملص وتماطل وتتعنت في الدخول في صلب القضايا، وما زلنا حتى هذه اللحظه نناقش القضايا الهامشيه والقضايا التي لا تصب بمصلحه انهاء الازمه وانهاء الحرب في اليمن. مختار، ما طبيعة اللقاءات التي عقدها ولد الشيخ مع وفد الحكومة والانقلابيين؟ نعم، بالنسبة لوفد الانقلابيين هو التقى بهم اليوم الساعة 7 مساء بحسب ما تم الإعلان عنه. أما بالنسبة للوفد الحكومي فقد التقى معهم صباح اليوم وأكد أنه متفهم للمطالب وأن هذه المطالب مطالب مشروعة، وهي في الحقيقة هي ليست مطالب تعجيزية، إنما هي مطالب مشروعة ومطالب هي صلب القضايا، وهي تم الالتزام بها وتم الإعلان عنها من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. بالتالي هذه المطالب يتفهمها حتى أمير دولة الكويت، تفهم المطالب وأكد أنه ما تزال دولة الكويت وما يزال التحالف العربي داعم للشرعية وداعم للمطالب الشرعية للحكومة. مختار، يلاحظ أن هناك إصرار على استمرار المشاورات بأي طريقة، لماذا برأيك؟ نعم، في حقيقة الأمر هو هناك إصرار كبير جدا من قبل المجتمع الدولي، من قبل الأمم المتحدة، من مجلس الأمن، من السفراء، حتى من الدول الإقليمية والدول الشقيقة لنا. هناك إسراء على إنهاء الحرب وإنهاء حالة الاحتراب في اليمن. في حقيقة الأمر أن الكويت محطة تاريخية لو تم استغلالها ولو تم بالفعل تقديم تنازلات حقيقية من قبل الطرف الإنقلابي، فهي ستكون الخطوة الأولى لإنهاء الحرب. من الذي يريد أن تظل الحرب، ومن الذي من مصلحته أن تستمر الحرب غير علي عبد الله صالح والحوثيين؟ بالتالي الجميع أجمع على أنه لابد أن تكون محطة الكويت أو لقاءات الكويت أو مشاورات الكويت هي المحطة الأولى لإنهاء الحرب، بما في ذلك الحكومة ابتداء من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونائب رئيس الجمهورية، الجميع مع السلام ومع الأمن ومع الاستقرار. من يقف مع الميليشيا، من يقف مع الحرب هو فقط عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح، الذي هو المستفيد الأول والأخير من قتل وتدمير أبناء الشعب اليمني. مختار الرحبي، عضو الفريق الإعلامي المرافق للوفد الحكومي في مشاورات الكويت، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. نفذت المنطقة العسكرية الخامسة مشروع ضرب النار لعدد من الآليات العسكرية في جبهة ميدي بمحافظة حرض، ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج تدريبي تنفذه المنطقة العسكرية الخامسة في مختلف الوحدات العسكرية والتابعة لها، سيما بعد وصول آليات عسكرية إلى جبهتي حرض وميدي مطلع الشهر المنصرم. وكان قد صرح قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء علي حميد القشيبي إن كافة منتسبي المنطقة جاهزون للسلم والحرب، مشيدا بالتضحيات التي قدمها منتسبو المنطقة خلال الأشهر الماضية. قصفت ميليشيا الحوثي والمخلوع بصواريخ الكاتيوشا والأسلحة الثقيلة عدة مناطق آهلة بالسكان، إضافة إلى عدد من مواقع المقاومة في مديرية الزاهر الحميقان بمحافظة البيضاء. وذكرت مصادر محلية أن الميليشيا الإنقلابية قصفت على منازل المواطنين في مناطق آل سعيد وغول الصقل والغول والنحر والحبج في مديرية الزاهر، كما قصفت بالكاتيوشا مواقع المقاومة الشعبية في منطقة سوداء غراب بالتزامن مع قصف مواقع كساد والجعار والمسياب والأجردي بالمدفعية وقذائف الهاون. استشهدت فتاتين وجرحت ثلاث أخريات في انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي والمخلوع بمجزر أثناء احتلالها للمنطقة. وقال سكان محليون إن خمس فتيات خرجن لرعي الأغنام صباح اليوم بمنطقة حلحلان مديرية مجزر، وانفجر لغم أرضي كان مزروعا في المنطقة من مخلفات ميليشيا الحوثي والمخلوع، ما أدى إلى استشهاد فتاتين وجرح ثلاث أخريات، إحداهن لا تزال في العناية المركزة. فجرت ميليشيا الحوثي والمخلوع اليوم الخميس مبنى المعهد التربوي في منطقة آل عامر بوادي حريب في نهم،
شرق العاصمة صنعاء. إلى ذلك تواصل ميليشيا الحوثي والمخلوع خرق الهدنة واتفاق وقف إطلاق النار. نتابع. ما بين الحين والآخر تقوم ميليشيا الحوثي والمخلوع بخرق الهدنة في مناطق المواجهات بمديريتي نهم وصرواح، حيث قامت بشن هجوم عنيف مساء أمس في جبهة الميسرة وقرية المشاف بفرضة نهم شرق صنعاء، استمر حتى ساعة الصباح الأولى سقط فيه عدد من القتلى والجرحى. من جانب آخر وفي الجبهة نفسها تسلل عدد من المتمردين الحوثيين إلى مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ليلة أمس، وعند وصولهم إلى المواقع تم إطلاق النار عليهم وقتل 2 من المتسللين، فيما جرح 3 من مقاتلي الجيش والمقاومة. وفي جبهة المخدرة شمال غرب مأرب صد أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوما شنه المتمردون الحوثيون فجر اليوم. مصدر في المقاومة قال أن قتلى وجرحى سقطوا في هجوم قامت به ميليشيا الحوثي وصالح في المخدرة، تم على إثره إحراق عربة وتدمير مدفع بعشرة. أما في جبل هيلان والمشجح غرب مأرب واصلت الميليشيات الحوثية استهدافها لمواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، مستغلة بذلك التزام الجيش الوطني والمقاومة بالهدنة والتقيد بها. عبد الله أبو سعد، قناة سهيل، مأرب. ارتقى شهيد وأصيب 7 من رجال المقاومة الشعبية والجيش الوطني جراء القصف والهجوم المستمر على مواقعهم من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع التي تواصل خرق الهدنة، كما أصيب 19 من المدنيين جراء القصف المتواصل على الأحياء السكنية من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع. هذا وشددت ميليشيا الحوثي والمخلوع من حصارها على المدينة من المداخل الشرقية والشمالية ومفرق شرع بالرونة والضباب، وتواصل منع دخول المواد الأساسية والدوائية والمشتقات النفطية ومياه الشرب وغاز الأكسجين، وتقيد حرية التنقل واختطاف المدنيين وإجبار المواطنين بالتحرك عبر طرق فرعية شاقة. كما تواصل عصابة الحوثي والمخلوع حشد عناصرها وآلياتها العسكرية إلى جميع مواقع تمركزها المحيطة بالمدينة وفي مديريات جبل صبر وجبل حبشي وحيفان والوازعية في استمرار واضح لخرق الهدنة. وكانت لجنة التهدئة والتواصل في محافظة تعز قالت إن ميليشيا الحوثي والمخلوع الإنقلابية أرسلت يوم أمس بتعزيزات بصواريخ باليستية إلى مديرية ذباب. وقال بلاغ صحفي صادر عن اللجنة الفرعية إنه تم التعزيز بصواريخ باليستية طويلة المدى عبر ناقلة كبيرة من محافظة الحديدة إلى معسكر العمري بمديرية ذباب التي تبعد بنحو 10 كيلو عن مضيق باب المندب. الوازعية مأساة مغيبة عن وسائل الإعلام، وحدها قناة سهيل وصلت إلى المكان لتنقل تفاصيل الوجه. الوازعية سلسلة تقارير في نشراتنا الإخبارية على قناة سهيل. محمد حسن مرشد وزوجته آمنة علي سعد من أبناء الوازعية هجروا من منازلهم قسرا تاركين بيتهم وحيواناتهم ومزرعتهم الوحيدة خلف ظهورهم لينجوا بأنفسهم وأطفالهم. قناة سهيل رصدت معاناتهم عند زيارتها لمنطقة الوازعية وفتحت لهم نافذة ليحكوا قصتهم. نتابع. محمد حسن مرشد يحيى. من فين انت؟ انا من الوازعية. ايش اللي حدث؟ احكي لي القصة. حدث لي اخي الحوت يلعبوا بنا والقهر حقنا خرجوا من البيوت مرتين. رحنا يا مازحين في العارة جالسين. يا اخي خلقونا الحوثيين نلعب بالرصاص والطاس فوقنا والقهر حقنا والنسوان هربوا وكل اصحاب الوزيع كله نازح. وقت اللي انا دخل البيت حقي. وش فعلوا معك؟ اقوى الساعه 10 في الليل قالوا لي ايش معك يا اخي هنا راكض؟ قلت انا راكض في بيتي. قالوا هذا مش بيتك، هذا موقع معسكر. قلت انا ما صلوا على موقع معسكر، هذا بيتي. القهوة قد انتهوا راحوا لهم بعد خالي هربوا، وانا بقيت هنا معي مصروف 20 نهر بس ربه وبعرف. قالوا ابدا خلونا نصلح شاهي ولا صابوح ولا حاجه، اسلحه معها الاوالي معنا من القواقف ومعنا هونات اللي خدشونها خده قيسنا. ما كانت تكمل الحرب، احنا ماشي له سنه مصروح حرب واصل. دخلوا حالا داخل البيوت، القهر هنا مع قاهل اشتغل عدن.
وواحد هنا معنا ثلاثة داخل البيت مسرد يعني بلا فراشات بلا أي حاجة. كيف حالك؟ أمنت علي سعد. راعيين غنم كنا معانا زروع كنا طررونا احنا لا خلونا احنا عاد نقيس. هربنا فوقنا رصاص وصواريخ وهربنا لنا فرينا من بيتنا هنا. مصروا محوتين هدموا بيوت علينا طرروا بهايم وفرينا لنا يلا بنقح. معانا شيء لا غنم وعاد بقينا ولا بيوت ولا زروع ولا بلاد ولا لا معانا شيء بقينا. يا اهلا معاشي كان معنا ثنتين عند ثنتين كسب اضطرورونا القبل. ايوه. نحن زين وين راحوا؟ لا عاد لحقناهم فرينا يلا بنفسنا وبنين. نفتقع واصل كنا. ام صواريخ اللي جنبنا واللي عليانا واللي مقبل والذي ونحن نتبغت بعد ما وكشوا فوقنا خرجونا احنا من البيوت فرينا هربنا. دوت قرابة 10 انفجارات قوية في مدينة إب وضواحيها منتصف الليلة الماضية أيقظت النائمين وخلفت الرعب في نفوس السكان المدنيين والأسر النازحة خصوصا الأطفال والنساء. وقالت الأجهزة الأمنية الخاضعة لميليشيا الحوثي في إب إن الانفجارات ناجمة عن قنابل صوتية وقذائف بازوكا في حفلة عرس لأحد الأثرياء الساكنين في مدينة إب شاركت فرحتهم ما أسموها اللجان الشعبية التابعة لجماعة الحوثي. يشار إلى أن عادات حفلات الأعراس في إب كانت تقتصر على البرع والزفة بمظهرها الحضاري في الغالب والأغنياء من سكان المدينة يستخدمون الألعاب النارية في أوقات النهار وساعات الليل الأولى فقط. أشاد مدير العمليات الإنسانية بالأمم المتحدة جون غين بالدور الإنساني الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في اليمن مستعرضا الجهود التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والحكومة السعودية من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني التي وصفها بالمؤسفة. وقال المسؤول الأممي إن السعودية ومن خلال مركز الملك سلمان تقدم الكثير من الدعم السخي إلى المحتاجين عبر دعمها لبرامج الأمم المتحدة في اليمن. وقال إننا نرحب بالمساهمات السعودية الكبيرة للمناطق المحتلة باليمن. وقال غينغ إن المساعدات السعودية تصل إلى كل مكان في اليمن بما في ذلك العاصمة اليمنية صنعاء وإلى مدينة تعز وإنها لا تقتصر على مناطق معينة. قال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن الاقتصاد اليمني دخل مرحلة الانهيار ودعا دول الخليج العربي والدول العشر إلى تقديم دعم نقدي مباشر وعاجل للبنك المركزي اليمني حتى يتوقف انهيار العملة اليمنية موضحا أن هذا الدعم يتطلب حلا سياسيا يستعيد الدولة ومؤسساتها ويضمن استقلالية البنك المركزي وبرعاية إقليمية ودولية. كما دعا المركز إلى سرعة وترحيل العملات النقدية الأجنبية الخاصة بالبنوك المحلية إلى الدول المجاورة لتغطية الاعتمادات الخارجية للبنوك الأمر الذي سيخفف من الضغط على طلب العملات الصعبة في السوق المحلية. وأكد مركز الإعلام الاقتصادي أن المعالجات الترقيعية لم تعد مجدية بعد استنزاف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملات الأجنبية. وقال إن ما حدث كان نتيجة حتمية للممارسات في الجانب السياسي والاقتصادي منذ سيطرة جماعة الحوثي بقوة السلاح على العاصمة اليمنية صنعاء وتمددها إلى بقية المحافظات ودخول البلد في حرب وحصار وتوقف جميع مصادر العملة الصعبة. بعقلية الجراد التخريبية تمددت ميليشيا الحوثي في المحافظات اليمنية وبقانون الفيد سيطرت على مؤسسات الدولة ونهبت الاحتياطي النقدي وامتصت ثروات اليمن ووضعته على هاوية كارثة اقتصادية يصعب احتواء تداعياتها. والميليشيات وخراب الاقتصاد في سياق التقرير التالي. الريال اليمني يهوي إلى أدنى مستوى له في تاريخه والدولار يكسر حاجز 300 ريال. هذه إحدى منجزات الرخاء الاقتصادي الذي اتخذه الإنقلابيون مبررا لإسقاط الجرعة وهي الكذبة التي تحت لافتتها أسقط الدولة. السقوط المدوي للريال اليمني ليس إلا مؤشرا على السطح لما يعانيه المجتمع في عمقه من أوضاع اقتصادية ألقت بالكثير في هاوية مجاعة محققة.
وبحسب بيان صحفي صادر يوم الخميس عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو، فإن قرابة 14 مليون ونصف المليون يمني هم بحاجة ماسة لتوفير الأمن الغذائي قبل أن يتحول الأمر إلى كارثة إنسانية. وإذا كان حديث المنظمات الدولية عن افتقاد أكثر من نصف سكان اليمن للأمن الغذائي يصبح معلوما مدى جريمة الانقلاب في نسف الأمن بكل معانيه وأشكاله. يذهب الانقلابيون باتجاه علاج ما أنتجته أيديهم فيرتكبون مزيدا من خطيئاتهم، ومن ذلك قيام الحوثيين مؤخرا بطباعة 50 مليار ريال من الأوراق النقدية فئة 1000 ريال بدون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب، وهي خطوة تضاف بحسب اقتصاديين لخطوات تعويم المشتقات وقوننة السوق السوداء من خلال إشراف قيادات الجماعة عليها، إضافة لخطوات وخطيئات أخرى رفعت قيادات الجماعة نحو قمة الثراء فيما هوت بعموم الشعب تحت ثرى الكفاف وألقت بهم في جحيم الجوع. الحديث عن الاقتصاد في ظل حوثنة المؤسسات هو حديث عن إحدى نتائج تربع الجهل على كرسي السلطة بواسطة سلاح الانقلاب، ومع الجهل المركز تصبح صورة الاقتصاد واضحة كل الوضوح. شعب أفقده الانقلاب مصادر دخله وأسعار دفع بها حمق الإدارة نحو أعلى مستوياتها، ومن تزاوج انعدام الدخل وغلاء الأسعار تتولد المجاعات التي تحذر المنظمات الدولية من اتجاه اليمن نحو عمقها، وهو تحذير يفرض سرعة سحب أدوات القوة التي بواسطتها يقوم الانقلابيون بنحر السياسة وتمزيق المجتمع ونسف الاقتصاد. أقام مكتب التربية والتعليم بمحافظة الجوف بالتعاون مع مؤسسة المعلم للتنمية الحفل السنوي التكريمي للمعلم 2016. نتابع. لم تمر مناسبة إلا ومؤسسة المعلم للتنمية تكون حاضرة وبقوة بدعمها المتواصل للأنشطة والمشاريع الخدمية والتنموية. اليوم كان يوما من الأيام التي تحدث به الجوف كل الأوضاع والظروف التي تمر بها اليمن، حيث أقيم بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الحفل الخطابي والفني السنوي لتكريم المعلم بمحافظة الجوف، وهي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية اليمنية التي احتفلت بهذا اليوم. ويعتبر هذا اليوم يوما رمزيا لتلك النجوم الساطعة من أضاءت سماء الشعوب بتقديم نور العلم، فقد قاموا بكل عزم لأداء العملية التعليمية متحدين صعوبة الوضع الراهن وما تقوم به سلطات الانقلاب بتوقيف مرتبات المئات من المعلمين، ولكنهم زرعوا بذور الثقة في نفوس المتعلمين وعلموا الأجيال أنه لا عقبة أمام سير التعليم في طريق بناء الوطن والإنسان ونهضة البلدان. وإن حفلنا هذا هو الوحيد على مستوى الجمهورية اليمنية، وبذلك نهدي هذا الحفل وهذا التكريم إلى جميع العاملين في الحقل التربوي والتعليمي على مستوى يمننا الحبيب. وللأمانة نجد مؤسسة المعلم للتنمية دائما في المقدمة من خلال برامجها وأنشطتها المتعددة، فنقول لهم شكرا مؤسسة المعلم ومزيدا من التوفيق والسداد ومواصلة العمل والجهد، وكتب الله لكم الأجر. مؤسسة المعلم والتي مونت حفل اليوم أكدت على لسان مديرها الأستاذ صالح جماله أنها أولت التعليم نسبة 80% من تموينها تأكيدا منها للنهوض بالجوف تعليميا. شكرا لكل العاملين في الحقل التربوي، معلمين وإداريين ومخلصين لهذا الوطن. ستواصل مؤسسة المعلم للتنمية مشوارها، وسيكون التعليم الأولوية القصوى لدينا، وسوف نوليه أكثر من 80% من دعمنا المادي والمعنوي. في ختام الحفل قامت المؤسسة بالتعاون مع مكتب التربية بالمحافظة بتكريم العديد من المعلمين والمعلمات والشخصيات الاجتماعية وبعض الوجهاء تكريما لجهودهم المبذولة صوب خدمة التعليم. اختتمت جمعية معاذ العلمية لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المسابقة السنوية لحفاظ القرآن الكريم وسط حضور رسمي وشعبي كبيرين. المزيد في سياق التقرير التالي.
استشهدوا يوما استثنائيا بمسابقة معاذة السنوية للقرآن الكريم برعاية وحضور محافظ المحافظة وقائد المحور وقائد اللواء 35 واللواء 17، وحشد كبير ومتميز من العلماء والأكاديميين ومحبي القرآن الكريم. رغم الظروف الصعبة ورغم ما أراد الإنقلابيون أن يدمروا كل شيء بأن يهلكوا الحرث والناس، لكن الناس في تعز أصروا وأراد وأوصلوا رسالة مفادها أننا نحن نحب الحياة، نحن عشاق حياة، وأنتم يعني جماعة لا تملك إلا الدمار والقتل. الجمعيات الخيرية وما تقوم به تقوم بعمل عظيم، للمرة الألف والمليون أقول الشكر والعرفان لهم. جمعية معاذ اليوم تحتفي بهذه المسابقة أيضا إن شاء الله في الشهور القادمة ستحتفي بتخريج كوكبة من الحفاظ والحافظات إن شاء الله تعالى. ورغم هذه الظروف نقول إلا أن معاذ ما زالت حاضرة، لدينا ما يزيد عن 2800 حافظ وحافظة إلى الآن، ولدينا أيضا كوكبة من العلوم الشرعية سيتخرجون في خلال الشهور القادمة، وأيضا لدينا 300 حلقة قرآنية، ولدينا ما يزيد عن 120 طالب وطالبة في مركز معاذ القرآني. إلى جانب خدمتها للقرآن الكريم، أضافت الجمعية لنشاطها الكثير من الأنشطة المتنوعة التي دعت إليها الحاجة، وأصبح من الواجب القيام بها خدمة للمجتمع والإنسان. وفي ظل هذه الظروف العصيبة التي تشهدها البلاد، كان لجمعية معاذ شرفاً أن وضعتم يدكم في يدها لتضيف إلى أنوار القرآن أنوار الإحسان والإغاثة، فلن يكون حملة القرآن إلا في الصفوف الأولى لسد حاجات أبناء هذا الوطن. فرفعنا شعارنا لهذه المرحلة: يد تبني وأخرى تغيث. قل لمن جاء يستحل دمانا ويعيث الفساد في الأوطان ويسمي شيطانه قرآنا ناطقا وهو فارسي اللسان، وهو فارسي اللسان، أنا قرآني الحرائي هذا، فاطوي عني قرآنك المراني. أنا من هؤلاء عقل ذكي يا أسير الحشيش والبردقان، أنا من هؤلاء قلب نقي يا خصيم الحياة والإنسان، أنا من هؤلاء حر أبي يا سليل العبيد والخصيان، فاغزني بالعلوم، فاغزني بالعلوم إن شئت نصرا لا بمفتاح جنة إيراني. رغم ما تمر به اليمن وتعز على وجه الخصوص، إلا أن جمعية معاذ حرصت على موعدها السنوي ونجحت وبتفوق كشجرة طيبة تؤتي ثمرها كل عام بإذن ربها. محمد يوسف لقناة سهيل تعز. أكملت المؤسسة الرائدة الخيرية للتنمية الإنسانية اليوم برنامج الدعم النفسي لتأهيل وتنمية قدرات الجرحى، ومكن برنامج التدريب كل جريح من اختيار مشروعه الذي درسه مع المدربين خلال فترة التدريب وبما يتناسب مع وضعه الجديد، ويمكنه من الخروج إلى سوق العمل والمساهمة في خدمة الأسرة والمجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت الدورة قيمة بكل معنى الكلمة، يعني كانت بالفعل نقطة انطلاقة، كانت محطة تزويد للجرحى عندما تضعف نفوسهم أو تتعب نفسيا، كانت بمثابة محطة تزويد وقود للانطلاق والانخراط للحياة مرة أخرى. من أهداف المؤسسة الرائدة الخيرية للتنمية الإنسانية التدريب والتأهيل وتنمية أفراد المجتمع، فكان يعني جاء وضع الحرب وضع الحصار، رأينا أن الشريحة الأكثر تضررا والأكثر يعني تضررا نفسيا أيضا هي شريحة الجرحى، فأردنا أن تكون أو أن نوجه برامج الدعم النفسي لهذه الشريحة التي تعد الشريحة الأكثر تضررا، رغم أن كل تعز هي محتاجة لمثل هذه البرامج. دشن بمدينة التربة بمحافظة تعز مشروع رغيف الخير والمنفذ من قبل مؤسسة رسالة لتنمية المرأة في محافظة تعز. المشروع الجديد يسعى لتوفير الخبز لعدد كبير من النازحين المقيمين في المراكز الإيوائية بالمحافظة،
رئيس مؤسسة رسالة بلقيس سفيان قالت إن مشروع رغيف الخبز يستهدف توفير الخبز لأكثر من 4450 شخصا في مختلف مناطق تعز لمدة 3 أشهر، وسيكون التوزيع يومي، مشيرة إلى أن الكلفة المالية تجاوزت 10 ملايين ريال بتمويل من فاعل خير. اختطفت ميليشيا الحوثي بمنطقة السالم بمديرية كتاف بصعدة المواطن أمين صالح سحسح أحد أبناء منطقة عضلة التابعة لمديرية الحشوة بمحافظة صعدة. وبحسب المصادر فإن العشرات من أبناء مديرية الحشوة لا يزالون مطاردين من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع الذين يحاولون اختطافهم واستخدامهم كدروع بشرية. نشرتنا انتهت، ولا يبقى إلا أن نذكر بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة تماسك القوى الوطنية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة. المبعوث الأممي يؤكد أن الالتزام بالشرعية أساس مشاورات السلام في الكويت. مدير العمليات الإنسانية بالأمم المتحدة يشيد بالدور الإنساني الذي تلعبه السعودية في اليمن. في ختام هذه النشرة نشكركم على حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم في أمان الله.